لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك، في هذا المكان المبارك، عن موضوع به يحصل الأمن ويزدهر الاقتصاد ويتواصل الناس وينتشر العلم ويدحر الجهل. ذلكم الموضوع هو موضوع لزوم الجماعة، وبضده حصول الفرقة، يحصل الاختلاف وينشل الاقتصاد وتهجر معاقل العلم، ويطلب الناس بعضهم بعضا بالثارات وأمور الجاهلية. وأكبر دليل على ذلك ما ترونه وتسمعونه في البلدان المجاورة التي كانت آمنة مطمئنة، ثم أتاها ما أتاها من الاختلاف والتنازع، حتى حمل بعضهم السلاح على بعض، وكانوا مثل ما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. فانشل الاقتصاد وهاجر العلماء وقضي على معاقل العلم، وكثر القتل وكثر الفساد، وأتوا من حيث لم يحتسبوا بسبب هذه الذنوب. لذلكم إخوتي في الله، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه كل واحد منا في حاجة إليه، لأن به يتم أمنه، وبه ينتشر اقتصاده، وبه يأمن على ذريته بسبل العلم. فكل واحد منا إخوتي في الله مأمور بلزوم ما ينفعه وينفع إخوانه. فلزوم جماعة المسلمين من أعظم ما أمر الله به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عده من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها من أجل الحرص على اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم وإدخال شماتة الأعداء بهم عندما يتفرقون. إخوتي في الله، ما المراد بجماعة المسلمين؟ الرأي الراجح في المراد بجماعة المسلمين الذي اختاره الإمام الطبري هو الجماعة المسلمة المجتمعة على إمام به يأمن السبيل ويستقر الأمر وتوضع المحاكم وتطلب الحقوق، ويمكن للإنسان أن يأمن على نفسه وماله وعرضه.